نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي من استاد مختار التتش بخصوص طبعا استئناف النادي الأهلي لتدريباته بعد أجازة امبارح وبعد الفوز والتفوق على انبي في دور 16 من بطولة كأس مصر عشان نطمن من خلاله على كل الكواليس. يا شريف أهلا بيك. أهلا بك زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعي ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. موسيماني موجود ولا لأ في التمرين عندك؟ أنا امبارح سمعت كارتيرون وأول امبارح جروس زي ما بتقول، بكرة نسمع كروش، الله أعلم. يعني الناس بتفتي كتير قوي، بيتكلموا كتير قوي، والأهلي في مكان لوحده خالص، الأهلي مستقر، موسيماني من خلف في المران بيقود المران. اللي يعرف النادي الاهلي كويس يعرف ان النادي الاهلي ما عندوش الحاجات اللي عند الانديه الاخرى. الاهلي مستقر في مجلس ادارته في اجهزته الفنيه، الكل بيعمل على حصد الالقاب اللي بيشارك فيها النادي الاهلي، فخلي اللي يتكلم يتكلم، نركز احنا في بطولاتنا وباذن الله نحصد كل الالقاب الفتره المقبله باذن الله. لكن دورنا في نفس الوقت ان احنا نوضح الامور دي للجمهور عشان ممكن البعض ينجر وراء هذه الاخبار الخاطئه بكل تاكيد. طيب شريف طمني على التدريبات النهارده وأهم ملامح المران وأهم الكواليس اللي عندك. يمكن المران بدأ في الرابعة والنصف عصرا، يمكن مستر بيتسو موسيماني والكابتن سامي قمصان ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلموا مع اللاعبين عن أهمية المرحلة المقبلة، بداية البطولة الأفريقية اللي هتكون 15/16، والمعلومة اللي عندي إن المباراة هتكون يوم 16، والتركيز في المران من أول اليوم إلى الستارت في البطولة الأفريقية، وطبعا المحافظة على اللقب الغالي لكل جماهير النادي الأهلي وهو اللقب الغالي البطولة الأفريقية. يمكن الأهلي بيتحرك بدري في كل الملفات، الجهاز الطبي شاطر جدا عندنا، يمكن بعد الرجوع من معسكر اسكندرية وعقب مباراة إنبي كان بالليل قبل مغادرة اللاعبين إلى منازل كان على طول تلقي المصل الخاص بكورونا ومصل من جرعة واحدة. يمكن كده كل فريق النادي الأهلي الجهاز الفني والجهاز الإداري والجهاز الطبي واللاعبون الكل حصل على المصل طبعا عشان خاطر السفريات في الفترة المقبلة، وربنا يحمي كل العالم من وباء كورونا. النهاردة بقى سألت الدكتور أحمد أبو عبلة عن بيرستاو، بيرستاو قال لي بعتنا إيميل للمنتخب جنوب أفريقي يعني اتكلمنا عن حالة اللاعب الصحية، والجنوب أفريقي أو المنتخب بعت إيميل رسمي إلى النادي الأهلي أختاروا فيه أن الخطوات الطبية كلها 10/10 وأن بيرستاو يستمر مع النادي الأهلي وما يسافرش لأداء المباراة مع منتخب جنوب أفريقيا. فبيرستاو اللي من خلفي بيجري آخر مرحلة في التأهيل، هي خلاص التأهيل يعني بيجري حوالين الملعب وبيخدش الجيم، يبدأ بقى يوسع خطواته ويبدأ، أنا شايف ما شاء الله الحمد لله ما فيش زكة خالص في جريته، فخلاص بيرستاو بيقترب بقوة من العودة مرة أخرى مع النادي الأهلي. فالخبر المفرح أن بيرستاو مش هيسافر، في ثقة كبيرة جدا في الجهاز الطبي للنادي الأهلي، وجنوب أفريقيا اختارت النادي الأهلي أن عندهم ثقة كاملة في الجهاز الطبي في النادي الاهلي، فبيرستاو مكمل مع النادي الاهلي. اللعيبه الدوليه اللي موجوده ما بين النادي الاهلي الجهاز الطبي هنا والجهاز الطبي لمنتخب جنوب افريقيا، بالتالي عايز اسالك على الموعد المتوقع عوده بيرستاو فيه للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق يا شريف. خلاص انت بتتكلم زميلي امير في 10 ايام، اقل من 10 ايام كمان، بيرستاو ما شاء الله بينفذ البرنامج كما يجب ان يكون، استجابه العضله في الشفاء استجابه سريعه جدا، الاجهزه الطبيه الحديثه جدا اللي موجوده داخل النادي الاهلي، كل شويه الاهلي بيجري الاشاعات اللازمه عشان يتابع الحاله اول باول، لا الحاله مبشره جدا. ومن خلف بيرستاو يمكن زميلي طبعا المصور لو حب يركز مع بيرستاو بيجري عمليه التاهيل خاص وحصري لشاشه قناة النادي الأهلي، بيرستاو في صورة حصرية الآن أمامك زميلي أمير بيجري مرحلة التأهيل الخاصة ببيرستاو، خلاص كلها أيام قليلة جدا ويرجع مرة أخرى ينور التتش ويرجع مرة أخرى مع باقي زملائه لاعبي النادي الأهلي. تمام، ده أمر مهم. الدوليين مش موجودين طبعا في المران النهاردة بناء على التنسيق مع جهاز الفني المنتخب مصر الأول، فبالتالي اللي تم اختيارهم في معسكر المنتخب اللي هيكون بداية من الغد مش موجودين النهاردة في التدريبات، صح؟
طبعا مش موجودين، بس حضر علي معلول عشان يجري استشفى، ايمن اشرف، ميكسوني، من بكره محدش هيكون موجود بقى خالص في المران، كله هيروح لمنتخباته. اجاييه مش موجود، شناوي مش موجود، خلاص الكل اللي مركز مع المنتخبات كلها، ولكن حضر ايمن اشرف وميكسوني وعلي معلول لاجراء بعض الجلسات الاستشفائيه قبل مغادره المران طبعا والذهاب الى المنتخبات. طيب اخيرا وسريعا يا شريف، في مباراه وديه بكره؟ تمام، بكره في الرابعه والنصف عصرا مباراه وديه امام فريق الغابه، وباذن الله تكون منقوله خاص وحصري على شاشه قناه النادي الاهلي، شاشه التميز. وخليني اخيرا زميلي امير اطمنك على حسين الشحات وياسر ابراهيم ومحمد وطاهر، محمد طاهر وكهربا ومتولي، خلاص بتتكلم كلها اجهاد وحاجات بسيطه جدا، يوم يومين بكتير قوي هيكونوا مشاركين في المران. محمود متولي باذن الله اقل من اسبوع باذن الله وهيكون مشارك في المران مع باقي زملائه بإذن الله. يا شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي كان معنا من استاد مختار التتش على الهواء مباشرة، وقال لنا كل التفاصيل بشكل دقيق جدا فيما يتعلق بكواليس مران اليوم واستئناف النادي الأهلي لتدريباته. أعتقد حطينا كل جماهير النادي الأهلي في الصورة فيما يتعلق بكل كبيرة وصغيرة بتخص الفريق.